أهلا بكم على قناة بادي تي في من خلال برنامج البديل الرياضي في حلقة جديدة نخصصها للقاء حسنية جرسي لكرة القدم ضد فريق أمل وجدة. هذه الحلقة من إنجاز الزميل عمرو البطيبي، عزيز براك ونجيب المعلم. لم يستغل فريق حسنية جرسي في كرة القدم فرصة استقباله بميدانه وخسارة المتصدر اتحاد مولودية العيون الشرقية عندما اكتفى باقتسام النقاط مع ضيفه فريق أمل وجدة بدون أهداف في المباراة التي جرت يوم الأحد على أرضية ملعب المسيرة الخضراء برسم الجولة 16 من بطولة القسم الشرفي مجموعة الجنوب. وعرفت حضور جمهور غفير جاء لمساندة الحسنية في لقاء عرف اتجاهه الوحيد هو مرحلة الوجدي، فقد نور زملاء اللاعب المتألق الهبز من كل الجهات وخلقوا عدة محاولات سانحة للتسجيل، تفننوا مهاجم الحسنية في إهدارها ببشاعة بسبب التسرع وقلة التركيز دون أن تتحرك الشباك. الجمهور الجرسيفي ظل طيلة دقائق اللقاء عاملا مساندا للحسنية ولم يهدأ له بال حتى صافرة النهاية. فريق أمل وجدة أحد أندية مقدمة الترتيب حل بعاصمة الزيتون مدينة جرسي، فهو يعلم أنه يواجه فريقا متمرسا ويقدم عروضا طيبة ولا يضع عن الفوز بديلا لمواصلة مطاردة حلم الصعود الذي يطارده الفريق الجرسيفي كمن يطارد خيط دخان. لذا أغلق الفريق المنافس كل المنافذ المؤدية للمرمى مع القيام بالمرتدات السريعة لمباغتة الحسنية، لكن تألق المدافع الحبابي وبقية المدافعين أفسد كل المحاولات على قلتها. حكم اللقاء ارتكب عدة أخطاء في حق الفريق الجرسيفي وهو ما أثار موجودا من الاحتجاجات من طرف المدرب والطاقم الاحتياطي، كما أن عامل الرياح صعب مأمورية الفريق الجرسيفي. ينتهي اللقاء بتعادل سلبي بطعم الهزيمة بالنسبة للحسنية التي ضيعت فرصة الاقتراب من الصدارة في مسعاها للمنافسة على ورقة الصعود للقسم الوطني الثاني هواة. مدرب فريق حسنية جرسي خالد حجلابي ظل على أعصابه طيلة دقائق اللقاء وهو يقدم تعليماته للاعبين من أجل هدف ينهي المعاناة، لكن جرت الرياح بما لا تشتهيه الحسنية. بعد نهاية المباراة أدلنا المدرب الحسنية خالد حشلافي بالتصريح التالي: معنا المدرب السيد خالد حشلافي مدرب فريق حسنية جرسي.
السي خالد، شنو هي الاقتصادات ديالك حول هذه المباراة ونتيجة التعادل اللي كتعتبر بتعادل بطعم الهزيمة بالنسبة للفريق اللي كينافس على الصعود؟ اعتقد اننا كنا كنطمحوا النتيجة من غير هذه اللي حققناها اليوم، ولاني بالنظر يعني للظروف المناخيه فما يمكنناش كان ما يمكنناش نطلبوا من اللاعبين تاعنا انهم يبذلوا واحد المجهود اكثر من هذا الشيء اللي بذلوه، خاصه واننا ما استفدناش من هذه الدوره، كنا مستقبلين والفريق المتصدر تعثر خارج الميدان تاعه، وكانت يعني فرصه اننا يعني نشدوا الخناق عليه في المرتبه الاولى ونزيدوا لنفسه من اجل يعني ضمان اللاعب مقابله تاع السد.